احنا دلوقتي في عصر الايميل ورسائل الواتساب والرسائل الالكترونيه، يمكن ما بنحسش بقيمه الحمام الزاجل، الحمام الزاجل اللي كان هو الوسيله الوحيده زمان لتناقل الاخبار ولارسال الرسائل من مكان لاخر. النهارده الحمام الزاجل ليه مسابقات، ومسابقات دوليه كمان. المتسابق سليم غنيم هو اصغر متسابق مصري حقق مراكز متقدمه خلال سباقات الحمام الزاجل الدولية اللي أقيمت على أرض مصر، وشارك فيها 387 متسابق من مختلف دول العالم. خلينا نتعرف أكتر على المتسابق سليم غنيم، أصغر متسابق مصري في سباقات الحمام الزاجل. صباح الخير عليك يا سليم، وأهلا بيك معنا في صباح الخير يا مصر. السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بيك. في البداية حابين نعرف منك يعني إزاي ابتديت الهواية دي، يعني امتى ابتديت تنضم لسباقات الحمام الزاجل، وايه اللي حببك في الهوايه دي؟ عشان هو حيوان ذكي، حيوان قوي، وحيوان عنيد، وبيرجع مكانه بسرعه. ده اللي خلاك تحب الحمام الزاجل مبدئيا؟ ايوه. انت عندك كام سنه يا سليم؟ 9. ومين اللي حببك في الهوايه دي؟ والدي. والدك بيربي حمام زاجل من زمان يعني؟ لغايه دلوقتي. طب قولي يا سليم بقى، بدايه ان انت تشارك في السباقات وفي المنافسات اللي شاركت فيها، وما شاء الله احنا شايفين اهو قدرت تاخد مراكز فيها متقدمه. شاركت في سباقات نقطه درب النجيب الدوليه. حققت في 350 كيلو الفوز بالمركز 77. وفي 500 كيلو حققت المركز 57. اتفضل يا سليم. وفي 620 كيلو حققت المركز 31 على العالم. ما شاء الله. طب وايه القواعد بتاعت اللعبه دي؟ بتلعبوها ازاي يعني؟ ها قول يا سليم معاك. نعم. بتلعبوا اللعبه دي ازاي؟ يعني المسابقه دي بتتعمل ازاي؟ هي الحمام بيتعود في مكانه، وبعد كده بيدربوه، ويبداوا يسابقوه واحده واحده لغايه ما يسابقوه النهائي. انت باباك جنبك؟ ايوه. طب ما تديهولنا كده نسلم عليه. الو. اهلا يا استاذ، ازيك؟ اهلا بحضرتك يا فندم. قول لنا المسابقات بتاعت الحمام الزاجل عايزين نعرفها، يعني بداتوها ازاي؟ سليم اشترك فيها ازاي؟ كلمنا شويه عنها. هو حضرتك انا بسابق حمام زاجل من فتره كبيره. فسليم اول ما طلع طفل صغير بدا يتعلق بالحمام وتدريب الحمام كويس. والسنه اللي فاتت قال لي انا عايز اشارك باسمي. فشارك باسمه، بالاضافه ان هو بدا يختار اصول معينه تبقى باسمه هو، ومن الاصول ديت بدا يفرخ منها صغار الحمام، ومن خلالها بدا يتابع السنه دي، وربنا وفقه السنه دي في اكثر من مركز، ولقى دعم كتير من هواة كتير وابطال كتير في مصر وكده. استاذ غنيم، طبعا بعد التحيه خلينا برضو نعرف الساده المشاهدين، تربية الحمام الزاجل أكيد مجهود كبير، وما شاء الله حضرتك وسليم واضح أن أنتوا عندكم نفس الهواية، فخلينا نعرف السادة المشاهدين إزاي بتربوا الحمام الزاجل، عندكم كام طير تقريبا، فكرة السباقات، هل النوع بيختلف، الحمام اللي بيخش السباقات مختلف عن أنواع الأخرى؟ لا، والحمام الزاجل أفضل أنواع الحمام بلا مرائي، يعني مش فرق خالص بين انواع الحمام الثانيه، فرد يعني طير بيعتمد على ذكائه، بيعتمد على حبه لوطنه، طير عنيد، طير عنده اخلاص، عنده وفاء، وبيختلف عن انواع الحمام كلها يعني. بالنسبه للتربيه، في احنا بنقسم التربيه لنوعين، في سباقات فروع دي في النوادي المحليه، وفي سباقات دوليه. وعندنا في مصر الحمد لله يعني في دعم للهوايه من الدوله، الاتحاد المصري للسباقات الحمام الزاجل، واضافه ان عندنا نقاط دوليه كتير جدا من هواة العالم بتشارك عندنا في مصر. طب في سؤال دايما الواحد كان بيساله، هو ازاي الواحد او الحمام الزاجل بيعرف النقطه ألف والنقطه ب؟
يعني هو عارف النقطة ألف، هو متربي فيها تمام. هو بقى بيعرف بيسافر ازاي من القاهرة لبغداد مثلا يعني. لا انت بتنقله حضرتك المكان التاني وبتسيبه فهو بيرجع مكانه. اه يعني انت الاول بتنقله، يعني الاول هو بيتربى في مكان المنشأ تمام، وعن طريق غريزة حب وطنه لمكانه ده بيرجع له، وده بتطلبه في مكان تاني بيرجع له. وده ممكن يعني فعلا زي ما شفنا كده يعني من عاصمة لعاصمة، من دولة لدولة، وبيبقى حافظ الطريق تماما. ما طبعا يعني احنا طبعا فخورين بسليم جدا، واكيد حضرتك كمان فرحان بيه جدا، وفكره انه الابن كمان بيشارك والده في نفس الهوايه بيبقى شيء ممتع جدا. احنا بنشكرك شكرا جزيلا، وبنشكر كمان سليم كان معانا، الاستاذ غنيم، وكمان ابنه سليم غنيم اصغر متسابق في سباقات الحمام الزاجل. شكرا لحضرتك يا استاذ غنيم.